تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة فارس فريق فيكتوريوس عيسى العنزي بطلا لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لفئة الناشئين والشباب ضمن مهرجان جلالته الذي ينظمه الاتحاد الملكي في قرية البحرين الدولية للقدرة. كما توج سمو فارس فريق الفرسان سعود مبارك سبت بالمركز الثاني، وفارس فريق الزعيم محمد خالد الرويعي بالمركز الثالث. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الدولي دائما ما يشهد الإثارة والندية والمشاركة الواسعة من الإسطبلات والفرسان، حيث يعطي الجميع اهتماما كبيرا للمهرجان، خصوصا أنه يحمل اسم فارس المملكة الأول حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يعتبر المهرجان أحد المعالم البارزة في خارطة سباقات القدرة في الموسم البحريني. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق الناشئين والشباب يسهم في بلورة أهداف الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تهيئة الأجواء المثالية للفرسان الناشئين وتقديم كامل الدعم لهم لأنهم مستقبل القدرة البحرينية، مبينا سموه إلى أن الاتحاد يسير وفق رؤية توسيع قاعدة الفرسان عبر دعمهم وتشجيعهم للمشاركة والتواجد القوي في سباقات القدرة. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وجهودهم البارزة التي قدموها خلال مراحل السباق والمستوى التنافسي بين جميع الفرسان. هذا وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مراحل سباق 120 كيلومتر، حيث حرص سموه على توجيه الفرسان الذين حصلوا على دفعة معنوية عالية من دعم سموه وتوجيهاته الهادفة إلى التطور المستمر. هذا وسيقام غدا السبت السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومتر. سمو الشيخ ناصر، نبارك لك اولا الفوز الكبير اللي تحققه اليوم، وهي بدايه طيبه لليوم الكبير اللي بيكون بكره سباق سيدي جلاله الملك، واليوم كان سباق الناشئين. ما في شك، الحمد لله هذا يعني مهرجان طيب وكلنا نطمح بالفوز فيه، والحمد لله على النتيجه والحمد لله على الاداء المشرف الحقيقه. طالما هل وجدت ان الاسطبلات كانوا جاهزين لسباق اليوم، وهل الاداء عجبك في كيفيه اداء الفرسان في هذا السن يعني؟ الحمد لله احنا بنركز على سباقات الجونيور عشان نبني ابطال المستقبل، نبني منتخبنا الجونيور ونثقفهم ثقافه المنافسه وخاصه الاسلوب الجديد في منافسات سباقات القدرة. طال عمرك، بكره بيكون سباقنا الكبير ان شاء الله كاس سيدي جلاله الملك، ما استعدادات جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين ان شاء الله، الله عنده التوفيق،
واللي علينا ان شاء الله نقوم به ونشوف بكره ان شاء الله الاحوال، لكن يعني بتكون صعوبات الحقيقه، يعني ما بيكون وضع سهل بكره، لازم نتعامل مع طبيعه الجو ونتعامل مع المسافه والوزن، فهذا الصعوبه.